خلاص اخيرا بقى بيستنى العيد ده من العيد للعيد. الو ايه يا حبيبي يا ابني؟ انا نايم اصلا من امبارح، ما نمتش. انا ما نمتش من امبارح. يعني ايه؟ يعني انتوا خرجتوا بجد؟ والله العظيم اقسم بالله. لا عادي، مش زعلان عادي. طيب خلاص، لا 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 ابدا، هنزل انا، هنزل انا، هتصرف. باي باي. خرجوا سابوني، هعمل ايه؟ هيأس؟ لا مش هيأس طبعا، انا لازم اخرج. انا هخرج عادي يعني، ده عيد فرحة والناس كلها بتخرج بتيجي وبتروح. عادية، لو معايا عادية هعرف اخرج. نكلم عماني وخلاني. نكلم، لا قبل ما اكلمه الاول لازم نحسب هيطلع لنا قد ايه. ادي 500 جنيه ابويا، 150 جنيه عمي، خالي بخيل ومعفن بس لا هيديني 2 جنيه برضه، وادي ستي 500، اخويا 5 جنيه تقريبا في حصالة كده. رديت يا بابا. ايه يا كلب؟ بقولك ايه، انتوا خرجتوا صح؟ طيب الظرف بتاع العيدية بتاعي فين؟ عيدية؟ ايوه، اطلع في الطرقة وافتح الجزامة، هتلاقي جوه الجزامة الجزمة المعفنة بتاعتك، طلع منها العيدية. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. كنت متأكد ان ابويا ده احن اب في الدنيا. يا ريت كل الابهات زيك، يا ريت. حد يخبي فلوس الجزمة؟ ايه هتخرج؟ ال 500 جنيه؟ لا ايه ده؟ جنيه وربع؟ ده ازاي ده؟ ابويا سايب لي جنيه ربع؟ اروح فيهم فين دول؟ يا رب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لما اصل انا هخرج، انا لازم اخرج. ها؟ لا عادي عادي جدا. الحمد لله. ابويا ما سابليش فلوس عشان خاطر عايد. امامي جايين، صحابي وخرج، بنا اعمل ايه؟ بنا هنام. نايم؟ استسلمت يا شبح يا انس. ايه ده؟ انا اللي جاي افسحك في العيد، اخرج؟ كل اللي انا عايزك تعمله حاجتين مهمين هتستفادي منهم. انا جاي عشان اخرجك وادلعك واجيب لك بنات كمان. تجيب لي بنات؟ طب انا عايز بنت دلوقتي حالا. ايوه هجيب لك بنات، عايز بنت دلوقتي حالا. طيب ايه ده؟ انت بنت؟ ايه ده؟ ايه يا جن مالك؟ طيب محتاج فلوس وعربية. محتاج عربية؟ كل حاجة هتلاقيها متاحة دلوقتي. خد بالك يا اسطى، قدامك محاولتين، قدامك دقيقة، في الدقيقة دي لازم تعدي بره باب الشقة.
بس انا كنت عايز اكبر من دي. واي شيء هيقابلك غريب مالكش دعوة بيه، افتكر مالكش دعوة بيه. طيب يلا ممكن نخرج اخرج معاكي ينفع؟ بسم الله ما شاء الله. باي باي يا جني. انت حقيقية؟ ايه ده؟ هي دي العربية صح؟ اللي ورق عليها جن؟ طب اركب معاكي. طب خد يلا اركب معاكي. اركب لازم اركب معاكي زي ما هو. استني بس اصبري يا جنية اصبري. انا عندي سؤال، احنا ازاي نخرج بدي؟ هي راحت فين؟ يا جنية يا مزة، ما انا قلت لك لو ارتكبت اي غلطة هتضيع منك. انا ما ضيعتهاش، هي اللي استعجلت. قدامك فرصة واحدة عشان ترجعها، والفرصة دي انك هتجيب لها ملبس. ملبس؟ وبعد ما تجيب الملبس حط اربعة على السرير، ساعتها بس هتظهر. خد بالك غلطة كمان مش هتلاقيها. طيب حاضر. قوم الملبس. ايه ده انت كنت فين؟ ظهرتي؟ ياه تمام، انا جبت لك ملبسات كتير اهو، خدي كل اللي انت عايزاه. انت كده مبسوطه؟ نخرج بقى؟ يلا عادي. ايه ده؟ يا جنيه انا عملت ايه طيب؟ ما عملتش حاجه. اختفت. عارف ليه اختفت؟ لان انت متجوز. اختفت ليه وانا عملت ايه؟ انت متجوز، قلت لك اديها اربع ملبسات، اديتها الكيس كله ها؟ وبتبوسها قدامي. ماشي؟ روح بقى دور على هيخرجك في العيد، مالكش غير السرير يا كلب.